السلام عليكم اخوي العزيز، وش رايك؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله بياه. عبد اللطيف، واحد الكلمه نقولها لك. صح، رانا مهاجرين لهنا في امريكا، والحمد لله نشكر الله على الفضل اللي رانا فيه. واحد الامر فقط نقوله لك، هذا كل يوم نقوله بيني وبين نفسي. انا الجزائر نشوفها كيما الام هذيك اللي تعبت وربات وكبرت وشقات ودارت كلش باش تشوف وليدها كبير، ولا بد يجي نهار ترجع لها الخير تاعها وما لازمش تشمت فيها. جميع مهاجر يشمت في بلاده ويدير يعني المقارنات، عارف بلي ماهوش بار بيها. كلمات عفوية تحمل في طياتها الكثير من الحب والحنين، كلمات يتفوه بها كل جزائري في ديار الغربة. لكن مصطفى شاب مقيم بمدينة نيويورك تحدى صمته وأرسل لنا مقطعا صوتيا كان كافيا لنخصص في الشروق تحقق موضوعا لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، والبحث عن أبناء الجزائر في بعض الدول للوقوف على ما يقدمونه لبلد الإقامة. السلام عليكم أخي. البداية ستكون من مطار هواري بومدين. بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية، كانت وجهتنا الأولى عاصمة الضباب لندن. بعد ساعات من الطيران وصلنا إلى مطار هيثرو، ومنه إلى قلب العاصمة اللندنية. حركة دؤوبة ونشاط لا يعرف التوقف، الناس من مختلف الألوان والأعراق والأجناس، كل شيء يوحي بمدى أهمية الوقت والحرص على عدم تضييعه واستغلال كل ثانية منه. لطالما شرف الجزائريون المهاجرون في العالم أنفسهم ووطنهم الأم الجزائر في عاصمة الضباب لندن في المملكة المتحدة. سنتعرف على الكثير منهم. إليكم. أول محطة كانت من فانسبيري بارك شمال العاصمة اللندنية. الجو كان ممطرا مع أول موعد مع أحد الشباب الجزائريين الذين قدموا إلى هنا قبل سنوات. أحمد العيداني أصيل مدينة الجلفة، خريج الجامعة الجزائرية، هو مسؤول كبير في مؤسسة بريطانية حاليا. جبت الباك، معدل كان 13.73، باك 2015 دوميتانس،
بعدها درست في الجامعة في الجزائر العاصمة في دار الإبراهيم مدرسة العليا لعلوم بحر وتهيئة ساحل أو كما يعيطوا الاسم مختصر لنسمال. درست تخصص تسير وحماية الساحل، يعني هو يمس بزاف الجانب البيئة وغيرها من هذه الأمورات أو حماية الساحل. بعدها اتخذت قرار أني نرجع هنا لبريطانيا، خاصة قلت لما واحد يلقى فرص عمل يمكن أحسن ولا يطور في نفسه يطور في المجال تاعه تكون فيها فائدة أكثر. رجعت هنا سنة 2021 وعملت في عدة مجالات. المرة الأولى يعني عملت أولا كموزع ليفلات قرابة شهرين، ليفلات المطويات على الديار في خريطة. ثم بعد ذلك دخلت في مجال التدريس وراها كانت مرحلة مهمة. درست مدة 8 أشهر كأستاذ مستخلف، أعطت لي نظرة أخرى للواقع. وحاليا أعمل في شركة الغاز تسمى كيدنت في مجال مسؤول عن تحاليل التسرب وسبق الخطر أو سبق تحديد الخطورة. ظل الكثير يتجنى على الشهادات الجامعية الجزائرية وأنها غير مقبولة ولا يتم معادلتها في الجامعات الدولية، كلام اعتبره أحمد مجرد حديث مقاه لا أكثر. المشكلة اللي واجهتني أول حاجة قبل العمل هو الشهادة، خاصة الشهادة لما تكون من الجزائر تكون شوية صعبة. ديما يقول لك الشهادة مش معترف بها، أراها ما هيش من هنا، ما تمشاش، لازم تعاود تقرأ من جديد. علاه تعاود تقرأ من جديد؟ أنا قاري 5 سنين انجنيورة، ظلم أنك تعاود تقرأ من جديد. هي بعدها تواصلت مع ايجنسي كانت تحط، هي ايجنسي اوف ريكريتمنت على جال وظائف عمل، عطات لي هذا مقترح، قالت لي علاه ما تدفعش الدبلوم تاعك وتجرب، دير لي كيفالو. قلت نجرب، انا ماني خاسر والو. اي فكما قال لك خبر اليوم فلوس بكره ببلاش. دفعت، طلبوا مني الدبلومات، دبلومه كان عندي دبلوم انجنيور ودبلوم ماستر ورول فيت نوت كلها وحتى الميموار، طلبوا مني حتى مذكرة التخرج. دفعت هذاك، استغرقت هي مدة يعني نقول 3 أسابيع يمكن. بعد 3 أسابيع رجعوا لي على الطلب تاعي وعطوا لي المطابقة. الانجنيورة تعادل باشلور والماستر يساوي ماستر، يعني كل الهضرة اللي كانوا يهضروها من قبل بدون مصداقية، أو بالأحرى نقولوا لم يكونوا على علم، ما كانش عندهم علم بهذا الموقع، ما تهدر برك بدون ما تجرب. تقع على أحمد مسؤولية كبيرة إلى حد يصفه السكان في لندن بالمنقذ، نظرا لعمله الحساس في اكتشاف مخاطر تسرب الغاز واستباقها. بديت في العمل، ثم بعد ذلك استغرقت في ذاك المنصب قرابة 8 أشهر، ثم في نفس الشركة تمت الترقية لمنصب آخر وهو منصب حديث استحدثوه في الشركة اللي هو سبق دراسة المخاطر تاع التسربات تاع الغاز، أو سبق كما نقولوا قبل حدوث الكارثة. يعني احنا نحدوا راه التسرب تاع الغاز قبل ما نتوصلوا المكالمة الهاتفية يعيطونا على أنه كاين تسرب غاز. كانت كأول واحد يديرها في الشركة، يعني أول جزائري، مش حتى أول جزائري في الشركة، أول منصب يعني، أول يعني أنا أول شخص، يعني كانت تحدي. فرحانين بفيك في الشركة الحمد لله. يعني أنا فهمت باللي جو لندن بارد والناس تستعمل ياسر الغاز والغاز والبيوت تنقذ كثير من البريطانيين، يعني الآن دارك المنقذ من البريطانيين، يعني يمكن. لكن هي الخطورة الأكثر، معظم في بريطانيا بيوت خشب، غاز وبيت خشب خطورة. يرى هذا المهندس الجزائري الأصيل أنه بإمكانه تقديم كل خبرته في هذا المجال لوطنه وأبناء أمته بالمجان، وذلك حرصا على حياتهم وإنقاذهم من الموت. صحراء مديما نشوفوا ضحايا في الجزائر ساكين على وش راه يحدث تاع الغاز، والأصل أن احنا لازم نكون احنا سباقين لهذا الحدث، وإحنا لازم نقضوا خاوتنا وأهلنا في الجزائر. ولي ما لا أعلاه لازم كل واحد لازم نستفادوا من التجارب تاعنا والخبرات تاعنا على جل بلادنا، يعني وهذا هو الأساس. قادر تقدمها بالمجان هذه التجربة؟ ولي ما لا أكيد، هذه أمر
واجب كما نقولوا، نقدروا نفيدوا فيها الجزائر في اي وقت ومهما كانت الظروف، يعني حتى الان وحتى مستقبلا، او تكون عندنا خبره اكثر او تكون عندنا معرفه في مجالات اكثر في كل الاوقات ان شاء الله. حاضرين ديما. تشتهر منطقة فانسبيري بارك بكثرة الجزائريين فيها، هي محطة لقائهم نظرا لخصوصيتها. فغير بعيد من هنا يوجد مقر جمعية دار الرعاية التي يديرها أحد الجزائريين، لها عدة فروع. التقينا بالأستاذ الدكتور توفيق قاسمي، وهو الآخر خريج الجامعة الجزائرية. مقيم هنا منذ 30 سنة، تحصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة الجزائر، وماجستير آخر في الدراسات الإدارية MBA من جامعة لندن هنا، دخلت في سنة 2000. عندي بنتين الحمد لله، وأنا أدير هنا الآن مؤسسة خيرية تسمى دار الرعاية الإسلامية، والحمد لله لها 16 فرع في بريطانيا وأربع مراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري والمسلمات الجديدات. هذه المؤسسة تعتمد على ثلاث جهات أساسية أو ثلاث نقاط في العمل. الأول العمل الاجتماعي، من الخدمات الاجتماعية التي تقدم، نصائح حول الزواج، نصائح حول الطلاق، الإصلاح بين الأسر، موضوع المواريث، هذه كلها أيضا نقوم بها هنا في هذا المركز بشكل مجاني. كذلك تهتم دار الرعاية بجانب التربوي والتعليمي، فعندنا هنا فقط في هذا المركز حوالي 350 طالب يأتون في المساء يدرسون القرآن الكريم واللغة العربية ودروس تقوية أخرى، وعندنا في النهار في الصباح، وأغلبهم من الجزائر، سيدات متزوجات بالأولاد يأخذوا أولادهم من المدارس ثم يأتون هنا في الصباح، حوالي 250 أخت كل يوم يأتون هكذا هنا إلى دار الرعاية، يدرسون تجويد قرآن، وأيضا نعلمهم كيف يستطيعون أن يعيشوا أفضل في هنا في بريطانيا، حتى ندمجهم هنا مع المجتمع. تهتم جمعية دار الرعاية بالعديد من الجوانب التي تهم حياة الناس، وتقدم خدمات دينية للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة، نظراً لعدم وجود وزارة الأوقاف في بريطانيا. تقدم أيضاً دار الرعاية الإسلامية خدمات دينية. هنا لا يوجد عندنا وزارة أوقاف في هذا البلد في بريطانيا، ولا يوجد عندنا وزارة شؤون اجتماعية، فكل هذه الأمور تقوم بها دار الرعاية الإسلامية. الجمعية لا يقتصر نشاطها فقط على الأعمال الخيرية، بل نجحت في ترسيخ قيم الوطنية في أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين. والله أنا شخصيا دائما وهنا من خلال الجمعية دار الرعاية الإسلامية نحاول أن نربط الجيل الثاني والثالث مع بلدنا الأصلي، مثلا في ذكرى أول نوفمبر، في 5 جويلية دائما نذكر، نذكر دائما قصص جميلة، بحيرة نعم، وقصص عميروش السي الحواس وهكذا يعني. فهؤلاء الثوار عندنا رموز وإحنا ذكرناهم ونذكرهم دائما. الثورة الجزائرية أثرت في العالم، لم تؤثر فقط فينا نحن كجزائريين. نحاول أن نذكر دائما الجيل الثاني والثالث ونربطهم بأصولهم الجزائرية، وهذا أيضا من خلال أخذهم من البلد والسياحة هناك والتعرف على العائلة وغيره. لكن عندنا بعض الصعوبات أخي الكريم عبد اللطيف، مثلا تذكرة إلى تونس 100 باوند، تذكرة إلى تركيا 100 باوند، لكن تذكرة الجزائر الآن في حدود 300، لكن في الصيف توصل إلى 700 ولا تجد مقاعد أصلا، فنحن نعاني في هذا الباب. ولذلك إن شاء الله نتمنى على السلطات أن تسهل هذا الموضوع. أفراد الجالية الجزائرية في بريطانيا يتبوؤون مناصب مرموقة على غرار منى حميطوش التي حاولنا لقاءها لكن تعذر علينا ذلك. عندنا كثير من الجالية الجزائرية أساتذة هنا، عندنا مجموعة منهم أطباء، عندنا منهم مهندسين،
عندنا منهم أول مسلمة عربية أصبحت عمدة في هذه البلدية هنا في بلدية إزلنتن، واسمها منى حميطوش، وهي كانت أول مسلمة عربية أصبحت عمدة في هذه البلدية، لأن الله يشفيها ويعافيها، مريضة لكن نجاح. يعني عندنا كثير من قصص نجاح. لو تذهب إلى جامعة وستمنستر من أفضل الأساتذة هناك جزائريين. نتمنى أنه الجزائر تستفيد من النخبة الموجودة هنا. نحن عندنا تواصل مع سفارة، تواصل مع القنصلية، وهناك لقاءات أحيانا للاستفادة من النخبة الجزائرية، لكن مع الأسف يعني الخطوات التي تمشي الآن أقل من المستوى المطلوب. تتواصل رحلة بحثنا عن الجزائريين. الوجهة الشمال الغربي للعاصمة اللندنية. الموعد لقاء جزائرية تركت بصمتها في المجتمع البريطاني من خلال وظيفتها الاجتماعية، تشتغل في إحدى أكبر المؤسسات الخيرية بالمملكة المتحدة وتشرف على قسم الإطعام. هي خريجة كلية الحقوق بابن عكنون سابقاً. راني هنا عندي 30 سنة تشتغل في عدة مجالات، في مجال قانون الهجرة، وبعدين اشتغلت في الحياة الاجتماعية هنا مع الناس، ولما جاء الكوفيد صرت اشتغل هنا في المتطوعة في لندن كوميونتي كيتشن، اللي هي جمعية تساعد الناس في كل المجالات. يعني كيف ينظروا لك البريطانيين كجزائرية وتشتغلي معهم؟ يعني هي ما كانش هنا مازال ما شفتش شيء من العنصرية، ولا أنا واحدة كان كأي إنسانة، بس عندي قيمة كبيرة هنا، يعني الناس تحترمني ويجوا يحتاجوا أشياء، يجوا يقصدوني، يحتاجوا الأكل. جمعيات ثانيين من كل الأجناس ما كحتى مشكلة. امرأة حازمة نشيطة تراقب كل صغيرة وكبيرة، لا تمل ولا تكل من مساعدة الناس، تشتغل كل أيام الأسبوع دون توقف، وتسوق صورة مشرفة عن المرأة الجزائرية. أني فرحانة، كاين بزاف جزائريين وجزائريات دارسين وعندهم لاحقين مراتب ودكاترة، وحتى في مجال الطب هذا السيرشين الأبحاث في البحث الطبي، وكاين جزائري ما شاء الله هذا واسمه أونزا، سمير أونزا، راه في لوزان دارس هنا زايد في الجزائر، وراه في لوزان يدير في واحد الأبحاث فيما يخص الدي ان اي وال يشهد لها زملاؤها بالجد والحرص على إتقان العمل. يمكنك أن ترى حسيبة في الخلف هناك، هي النور هنا، هي الرائدة في المبادرة والعمل مع المتطوعين، تهتم كثيرا لأمر الآخرين وحالهم. لا يمكنك أن تصدق الشغف الذي لديها. لديها فريق بأكمله لتقوده. نحن محظوظون جدا لأنها تعمل في فريقنا. حسيبة تأخذ حقا زمام الأمور هنا. أعرف حسيبة منذ حوالي 3 أو 4 سنوات. إنسانة جميلة ومهتمة وشغوفة، شغوفة جدا بعملها، شخص أستمتع بالعمل معها وتمضية الوقت معها، لديها قيم عالية، تفكر دائما في الآخرين قبل أن تفكر في نفسها. I've known Hasiba for about 2 years now.
أعرف حسيبة منذ عامين، هي إنسانة طيبة وودودة شغوفة بعملها. حسيبة محترمة، محترمة جدا في تسيير فريقها، لديها قيم وأخلاق عالية، هي عضو مهم للمنظمة التي تعمل لديها. تشرفت بزيارة الملك تشارلز الثالث لهذه الجمعية نظرا للخدمات التي تقدمها الأخيرة في مختلف المجالات. جانا الملك والملكة، جونا يوم 15 ديسمبر 2022، جاو شافوا الجمعية تاعنا خاطرش عجبتهم بزاف، وإحنا من أكبر الجمعيات هنا في بريطانيا اللي نمدوا الأكل للناس. رغم السنوات الطويلة التي قضتها حسيبة في بريطانيا إلا أنها لم تغير منها شيئاً نحو وطنها الأم الجزائر، خاصة بعدما سألتها بلادي نحبها، فغرورقت عيناها بالدموع وكشفت عن ذاك الحنين والحب العميق بداخلها. نتمنى بلادنا تكون أحسن البلدان، عندنا ما شاء الله كفاءات، العالم راه معمر بالكفاءات تقدر تكون أحسن من بريطانيا، نقول تقدر تكون، خاطرش عندنا كفاءات وعندنا رجال وناس، عندنا ناس تحب تخدم وعندنا كفاءات كعف العالم. أنا معناتها متأكدة إنه لو أي واحد نادي ولا برك ترفد بصبعك يقول لك راني حاضر. في المساء وبمحطة المترو بفانسبيري بارك وعلى جناح السرعة التقيت بعمي صالح أصيل مدينة برج بوعريريج. مقيم منذ عقود هنا، سيروي لنا قصته مع الهجرة ويستذكر وطنه الأم. لكن قبل هذا رتب لنا موعدا مع أحد الجزائريين الناشطين في المجال الخيري لنتجه إلى شمال شرقي لندن لنلتقي به هو الآخر. مغترب هنا في بريطانيا والدول الأوروبية منذ 33 سنة. السلام عليكم سي ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سي خويا أبو الجالية. أهلا في صالح. مات مالك لي متى؟ يعني معاه والله غير مسمع. مشكلة كاش ما لقيتو؟ خلاص لقيت كلش خلاص. الحمد لله ربي يقدركم يا خويا، ربي يقدركم. يعني اتصال بصباع درت مع بابا مع أختو راهي في إيرلند، يعني أصبحت بدأت تنقلب علينا، يعني كيما نقولوا احنا العواقب. كجالية. تاع الغربة بدأت تنقلب على الجالية. على بالك علاش؟ على بالك ياسين خويا؟ نعم. الجالية كثرت وكبرت ومشاكلها كبرت. لازم الحل، لازم احنا نتواضع لبعضنا بعض ونحترم بعضنا بعض ونقدر بعضنا بعض، لان كل واحد عنده مشكلة. نعم. كل واحد راه يعمل في الاطار اللي راه كما نقولوا احنا ميسر له، وهو كما نقولوا اهل دوك. نعم. انت راك دير اشياء ممكن ناس اخرين يحتقروها، ولكن انت دير اشياء كبيره. الحمد لله. ياسين شهاب خريج الجامعة الجزائرية يقيم هنا منذ عقود، يشتغل في القطاع الحكومي ويستغل وقت فراغه في العمل الخيري. مقيم في لندن في بريطانيا يعني منذ نهاية الثمانينات بداية التسعينات، خريج جامعة جزائرية معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لما جيت لهنا يعني عملت فترة، فبعد العمل في منتصف التسعينيات وبداية الألفية الأولى دخلت الجامعة، جامعة ساوث بانك بلندن، ودرت ماجستير في العلوم الاجتماعية، والآن أعمل أنا كيعني سينيور سوشيال وركر، يعني خبير اجتماعي في عند المؤسسات تاع الدولة في الخدمات الاجتماعية. كذلك يعني أنشط في الجالية مع إخواننا الجزائريين والمغاربة والتوانسة الليبيين المصريين، مع الجالية الإسلامية عامة
بكل أطيافها وكل يعني مصادرها. الجمعية يعني ما تقومش إلا بالجنائز، تقوم بزاف، كاين أعمال خيرية تقوم بها الجمعية بزاف. من بين الأعمال الخيرية اللي تقوم بها كاين فرع مصلحة الجنائز تاع الجمعية. قبل سنوات عثرت عملية حرق جثة تعود إلى جزائري الرأي العام الوطني، وقيل بشأنها الكثير، لكن ياسين شهاب يشرح الأمر ويفسر الأسباب التي أدت إلى ذلك. يعني والله شوف، هذه حرق الجثث يعني هو الحل النهائي الأخير. يعني احنا السلطات في بريطانيا ما تفكرش حرق إنسان في بادئ الأمر. إذا ظهر هذا الإنسان له أصول إسلامية فيتصلوا بالمصالح تاع الخدمات تاع الجنائز الإسلامية. أنا يعني بعض الأحيان يتصلوا بها المصلحة تاع حفظ الجثث ولا الكورونر، يعني الطب الشرعي ولا الوكيل الجمهورية، يقول عندنا هذا الشخص ولا تقدروا أنتم يعني تتكفلوا به تدفنوه على كما نقول الطريقة الإسلامية وإحنا ندفعوا ثمن الجنازة تاعه. فإذا ما عرفوش وما كان حتى واحد جاء يعني طلب استفسارات على هذا الميت، ففي هذه الحالة ممكن يحرق. فهذا هنا نفتح يعني قوس، كاين يعني حالات وين للأسف جزائريين حرقوا. لماذا؟ لأسباب متعددة. من بين الأسباب كاين كثير من الجزائريين يعني يستعملوا أسماء مستعارة. هي هذه الأسماء مستعارة يعني كما نقول احنا هذه حاجة معروفة هنا في بلاد الغربة في أوروبا، لأن الإنسان الخاص الإنسان إذا ما كانش عنده كما نقول احنا ما عندوش الوثائق الرسمية باش يعمل باسمه منا، ممكن يستعمل يعني اسم وثائق مستعارة. فبعض الأحيان الإنسان لما يموت، وخاصة إذا كان هذا الشخص اسم مستعار وكان يعني إنسان يعني معزول عن الجالية وما يخرطش الناس وما يكونش ما عندوش ناس يعرفوه ويتواصلوا معه، فهذا الحالة الإنسان هذا إذا مات وما كان حتى واحد يعني راح طلب يعني استفسارات ولا كما نقول احنا متابعة للجنازة تاعه، فبعد مدة المصلحة يعني تقوم بحرقه. وكنا مع القنصلية الجزائرية كاين يعني كما نقول احنا جنازات اللي دفنوا حرقوا. مرور الشيخ ياسين بعدة تجارب صعبة واجهت بعض الجزائريين المتوفين جعله يضع نموذجا للوصية ويحرص على اتباعه وأخذه بعين الاعتبار من طرف الجالية حتى لا يضيع حق الميت وأهله من بعده. دائما يعني نشجع ونوصي ونذكر الجالية تاعنا بالوصية. كل إنسان حتى يكون مزوج مع جزائرية 100% يرى وصية، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية ليست في 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 الوفاة فقط، أنه الإنسان إذا كانت عنده ممتلكات عنده أمور تاعه يدير وصية حتى لا يغبن يعني أولاده من بعده، يخلي يعني نزاعات وخلافات عائلية قد يعني تزرع يعني الشحناء والبغضاء والحسد فيما بين الإخوة والأخوات والزوج والزوجة والأهل. فالوصية هذه احنا درنا نموذج تاع وصية وكلمنا فيها. عمي صالح نظرا لتخصصه في الإعلام الآلي ومناداته بأبي الجالية، وذلك لما يقدمه من خدمات لهم بفتح فضاء على وسائط التواصل الاجتماعي مخصص لهم. الفكرة هذه بدأت في التسعينات، في 1991 كانت عندي دورية اكتبها نصف شهرية باليد اسمها في عونك. كنت نحط فيها كش واحد يحوس على السكنة، كش واحد يبحث على العمل، كانت باليد نصف شهرية. وجات فكرة أن الفضاء هذا في التطور كان ديلي موشن، بعد التطور التكنولوجي كوني أنا أشتغل في الإعلام الآلي. بداية من 2005 فكرت في حالة تجمع الجزائريين، كون الفضاء مفتوح، اليوتيوب يقول لك برودكاست يور سيلف، يعني بث نفسك بنفسك. فاستعملت هذا الفضاء والحمد لله الفضل الله تعالى أني حليت به مشاكل ما يعني ما سهلة كما يقولوا، يعني ما تكون تصورها تحل المشكلة كما هذه، تحلت مشاكل والحمد لله. ولكن ما زال مواصلين المسيرة، ومع كون كبرة الجاليه الآن نحاول نوصل رسالتنا لأهل البلاد والبلاد يتواصلوا معنا حتى من البلاد.
رغم كل المشاكل وبعض السلبيات، إلا أن الإيجابيات عديدة ومتعددة، وهو ما يجعل جاليتنا الجزائرية من أحسن الجاليات وأنشطها، نظير القيمة المضافة التي تقدمها لبريطانيا. الخير في جاليتنا دائما يعني موجود، وأنا دائما نقول بالجالية الجزائرية والله من أفضل وأرقى ومن يعني كما نقول إحنا هي أكرم الجاليات، يعني فيها كثير من الإطارات وكثير من الكفاءات، وخاصة عند النساء. يعني هذه المناسبة يعني أوجه يعني شكر وامتنان وتقدير للأمهات والأخوات والنساء الجزائريات، والله دائما يضربنا أفضل أمثلة في العطاء، في الإخلاص، في يعني في البذل، في كل يعني فوق كورونا، بعد كورونا، قبل كورونا، كل وقت الآن يعني دائما. بقصة عمي صالح نختم جولتنا في مدينة الضباب ونودع أبناء الجزائر ببريطانيا. هذا متاع الجنائز، تشوف من الكفان، هذا السطرة في غسل الأموات، هذا ما هنا يا القفازات، هذا ما هنا يا هذا الكافور، هذا السدر، هذا الشامبو، هذا القطن، هذا ما اللي نغسلوا بهم، يعني ربي يقدركم. المحطة المقبلة، الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي نحو قارة أمريكا الشمالية، وبالضبط إلى دولة كندا.